قبل 30/6 كنا في حالة يرثى لها. كان عندنا مشاكل في البنزين والازدحام، وكان الوضع بالنسبة لنا مبهم، ما كناش فاهمين احنا رايحين فين او جايين منين. كنا قبل كده في منطقة الشاكة أبو السعود، كان يعني غير آدمية. كنا كلنا مرعوبين، وثلاث أرباعنا كان بيفكر إنه يسافر ويسيب البلد ويصفي شغله هنا. فاكر لما كنا قاعدين في أوضة واحدة وبناكل على السرير وبنشرب على السرير والحمام مشترك؟ أنا عاصرت جمال عبد الناصر السادات، وعاصرت مبارك، واللي أنا شايفه دلوقتي في آخر 7 سنوات مختلف تماما. النهاردة عندنا ما يقرب من 4 حارات تحديدا ما كانوش موجودين في الدائرة. مشاريع بلدنا دلوقتي بتسوق البلاد العربية. اتولدنا من جديد وجينا في مكان جديد. ما كنتش أتخيل إن أنا حاجي في النظافة دي. الدولة بتنشئ عاصمة إدارية جديدة في نفس الوقت وفي نفس التوقيت بتعنيها على تراثها وعلى مبانيها وعلى تاريخها المعماري والعمراني. النهاردة اللي بينزل وسط البلد بيستشعر إنها اختلفت، بنستعيدها مرة تانية، بنستعيد القاهرة مرة تانية. مشروع قيم جدا، وحاسين بسعادة، ظبط لنا الترع ووفر لنا في المية. يعني الحمد لله، يعني الرئيس فتح لنا شغل للي عايز يشتغل. دي حاجة كويسة جدا ليا ان انا اشتغل في مشروع قومي زي ده، اتعلمت منه كتير واستفدت منه كتير. كل 30/6 ان شاء الله بخير وبسلام ان شاء الله. محمد السيد عبد الحميد عبده. أنا مزارع من قرية النعمة، مركز ميناء القمح، شرقية. متزوج وعندي 5 بنات. مهندس محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. أنا اسمي أحمد سعد علام محمد، وسني 60 سنة. أنا شغال في المهنة ديت نجار مسلح من سنة 81. يسري وجدي فتح الله، وسني 71 سنة، وبشتغل في المهنة دي من وأنا عمري 21 سنة، بالميراث من أبويا وأمامي. محمود علي إبراهيم منتصر، 71 سنة، وعلى المعاش. سمر سمير عمارة، مهندسة مساحة، خريجة كلية هندسة شبرا، ومهندس الشركة المسؤول عن تنفيذ العملية. محمود عبد الحميد، 22 سنة، في مهنة التاكسي.
والله من ضمن الامتيازات اللي احنا حصلنا عليها هنا فخامة الرئيس عمل للناس اللي هم سن فوق السبعين عمل لنا كرنقات نركب بيها أوتوبيسات هيئة النقل العام وخط المترو بجميع مواصلاته. يعني امتيازات أنا ما كنتش أحلم بيها والله، والله ما كنت أحلم بيها. يعني كان معاش على قد الواحد كان بيستقصر يمشي مشوار عشان التكلفة. يعني الراجل قال لنا خدوا كرنقات مجانية وروحوا زي ما أنت عاوزين. إحنا كنا فين وبقينا فين؟ الحمد لله على النعمة اللي إحنا فيها، ونشكر سيادة الرئيس. تأهيل وتبطين ترعة النعامنة موجودة في قرية السعديين مركز منيا القمح محافظة الشرقية. احنا بدأنا شغل هنا في ترعة النعامنة من 1/11 ومدة العملية 14 شهر. أنا كنت قاعد مع الباشمهندس فبقول له معاك شغل، قال لي احنا معانا شغل في مشروع تبطين الترع اللي ابتدوا سيادة الرئيس، ومن ساعتها وانا شغال معاه. عدد العمالة هو متنوع، يعني ممكن بنتكلم من 60 بنا وحوالي برضو 50 عامل في الخرسانة. أول ما رحت الشغل لقيت ناس كتير شغالة في الترع، وسعيد إن أنا شغال معاهم. بلم دبش وبلم طينة اللي هي الحاجات اللي هي الفضلات اللي بتبقى بعد البنايين، وبدهم بوتامين، فيتامين في الفواصل. طول المشروع عندي 9 كيلو 400، بس في الترع جزء متغطي، فاحنا هنبطن 8 كيلو 550 متر. المشروع قيم جدا وحاسين بسعاده، ظبط لنا الترع ووفر لنا في الميه. تاهيل وتبطين الترع طبعا لها فوائد كتيره، اهمها ان انا بوفر الميه عندي، بخلق محاور مروريه جديده، وبرده فلوس التطهيرات اللي بتتم كل سنه على تطهيرات الترع انا بوفر الفلوس دي للدوله. احنا عندنا في البلد بتاعتنا هنا اهم حاجه رقم واحد هي الميه، عشان كده لما رحت المشروع ده كنت حاسس ان شاركت في حاجة عظيمة. يعني احنا موجودين في وسط البلد من سنة 42، وكنا قبل كده في السانة. الرئيس عبد الفتاح السيسي في رأيي الشخصي هو محمد علي الثاني، هو باني مصر القرن 21. أنا بتخيل بلدي بعد 10-15 سنة من النهاردة إحنا في حتة تانية خالص، بلد كلها هتكون في حتة تانية خالص. فربنا يدينا العمر ونشوف بلدنا كده عشان أولادنا. اللي تم في مصر من إنجازات وكلنا شايفينه في السبع سنين دي ما يتمش في 70 سنة. كل شيء بيتجدد، وبنقرأ في الجرانين إيه اللي بيحصل في أماكن اللي بره القاهرة من المراكز الثقافية ومن الأوبرتات ومن الموسيقى والأدب والفن ومعارض الكتاب وإلى خلافه. أنا دلوقتي بفتكر مصر في الستينات وفي أوائل السبعينات كانت القاهرة تحفة. طبعاً وسط البلد القاهرة الخديوية القديمة إحنا بنحاول بقدر الإمكان نرجعها لمجدها القديم، ترجع للأربعينات والخمسينات والستينات، كانت رائعة. تطوير الجمالي اللي بيحصل في القاهرة تطوير لا مثيل له وبسرعة غير طبيعية. اهتمامات الدولة النهاردة زي ما هي يعنيها على الدولة الحديثة من حيث العمران على مستوى المدن، في نفس الوقت وفي نفس التوقيت بتعنيها على تراثها وعلى مبانيها وعلى تاريخها المعماري والعمراني. بنشتغل على تحديدا قلب المدينة، قلب القاهرة، القاهرة التاريخية والقاهرة الخديوية، واللي احنا بنحاول
إن إحنا نستعيد رونقها وبنحاول نستعيد جمالياتها من خلال المشاريع اللي بتعتني أكتر بالصورة البصرية، لأن جزء من الاهتمام بتراث المدينة بينعكس بشكل عام على هوية المدينة، بينعكس على انتماء الناس وحبها للمدينة. بعد ما بدأنا بميدان التحرير واستعاد رونقه مرة تانية، وده يمكن الدنيا كلها شافته ضمن الاحتفال بنقل المومياوات إلى المتحف الحضارة، بدأنا بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء لوزارة الثقافة إن يبتدي التجربة دي تتكرر في معظم الميادين اللي في وسط البلد. دخلنا في مشاريع لإعادة صياغة الواجهات مرة تانية، ثم وضعنا رؤية بقى، وده يمكن من أهم حاجات في المشروع النهاردة، إن إحنا كل المحلات التجارية اللي في مسار الحركة المشاة في وسط البلد النهاردة بقت موحد ألوانها، موحد الصورة البصرية بتاعتها، طريقة كتابة الإعلان عن المحل. بنتكلم ان طول الوقت النهارده عندنا طرق عشوائيه، ما كانش حد مثلا يعني يتخيل ان الطرق العشوائيه دي يحصل لها الطفره اللي موجود فيها، على سبيل المثال منطقه عين شمس ومستورد والمطريه ومؤديه الى حلميه الزيتون، كل دي مناطق طول الوقت بتسمى بمناطق عشوائيه. النهارده ما حدش هيقدر يعمل مقارنه اصلا ما بين المنطقه دي ومنطقه مصر الجديده او المعادي او مدينه نصر، ويتقال ما بين المنطقه دي والمنطقه دي ان دي عشوائيه ودي مش عشوائيه. الاثنين يعني بقوا شبه بعض تماما. كلنا كنا بنقف في النقطه دي تحديدا اكتر من نص ساعه وساعه الا ربع، وقت زمن كبير في ازدحام بعد الكوبري بتاع الريانف اللي احنا لسه معديينه تحديدا دلوقتي. خدنا الموضوع مجرد دقيقه ونص، عبرنا الكوبري عدينا الناحيه الثانيه، بقى عندي اكتر من كذا طريق. مش في خيالنا مخرج ان يبقى فيه مخرج، ان الشارع اللي احنا فيه اللي هو كان بياخد حارتين او ثلاث حارات بحد اقصى يبقى مره واحده ست حواري، والامور يبقى مرتبطه بكوبري لكوبري يخرجك اتجاه بقى محافظات تانيه مش مناطق تانيه. ده احنا شايفينه دلوقتي عمل. عشان تروح من مثلا من رمسيس لغايه ما توصل للجراج او توصل لبعد الجراج كباء او الحرفيين او الكلام ده، الموضوع ده كان بياخد وقت زمن كبير جدا. النهارده ما شاء الله احنا ماشيين في جسر السويس اكننا ماشيين في طرق، يعني اكنك مسافر مصر اسكندريه الصحراء ومفيش حد على الطريق اصلا. قبل سنتين ونص دخلنا هنا على مثلث مزبير وكانت الارض فاضيه، ودلوقتي ما شاء الله انتم شايفين الوضع اللي احنا فيه. بقى لنا في حدود سنتين ونص بحكم عملي، انا كنت في العاصمه الاداريه لما مشروع مزبير انفتح، انا جيت على مزبير واشتغلت الحمد لله. كنا لسه في القلب الارضيه، اول ما اشتغلنا هنا كنا مدقين خوازيق، وبعد كده بدانا نشتغل في القواعد واللبس بتاعه الليبرال. مشاريع بلدنا دلوقتي بتفوق البلاد العربيه. الحمد لله على النعمة اللي احنا فيها، الحمد لله رب العالمين.